أوي. دي بعد يوم 2 فبراير لما حصلت الاشتباك ما بين المؤيدين اللي والمتظاهرين هو موقعة الجمل. اللي هي تطلق عليها موقعة الجمل. ده طبعا تاني يوم الصبح لا، ولا تاني يوم ال... دي كانت يوم السبت بعدها ب3 ايام. اه طبعا تم غلق ميدان التحرير، او ده يعتبر ميدان عبد المنعم رياض، تم م. غلقه تماما بالاسلاك الشائكه مم. والصاج والكلام من ده. نعم طبعا كميه الطوب المنتشره على مدى العين لحد الاخر، ما فيش نعم ولا بشر واقف غير واحد واقف على ايدك، يعني واقف على الشمال هو بيقرا القران ساعتها. نعم والمباني سواء مبنى المتحف المصري او المبنى المجمع نعم المحروق ساعتها. ده كمية الطوب دي يعني زي ما انت بتقول مفروشة لغاية على مدى ميدان البصر هناك، لحد اخر تعبر الميدان قد ايه يعني. ان كان في طوب يعني كمية طوب وقعت على وشوش الناس بطريقة او باخرى. تمام، بالظبط. ايه تاني؟ تمام، اعتقد في صورة تانية لل احنا في عندنا كام صورة كمان، في صور خاصة بالجوائز تقريبا. في صورتين. انت دخلت ايه مسابقات قبل كده؟ انا الحمد لله منتظم في مسابقات شعبة المصريين الصحفيين بنقابة الصحفيين. كويس. في النسخة الأولانية فيها اللي هي كانت سنة 2008، كانت عن مجمل الأحداث اللي حصلت سنة 2007. كويس. اشتركت في فرع الصورة الخبرية، لأن هو الشعبة رأت إن في كذا فرع، منها الفني أو الخبري أو القصة المصورة أو الرياضة أو الحرة أو البيئة. فأنا اشتركت في مجال الصورة الخبرية عن إضراب عمال السكة الحديد في كويس. منطقة السبتية. نعم. ودوت رحت لهم، دي الصورة اللي أنت كسبت دي بيها. الصورة اللي أنا كسبت فيها المركز الثاني في فرع الصورة الخبرية. حلو قوي الزاوية دي، أنت جبت الزاوية دي منين؟ دي الزاوية يعني إن يبقى في يعني يبقى في عشوائيات وفي المبنى ده ماشي، إنما يبقى في قطر كمان، ده الزاوية دي فين؟ ما هي دي السكة اللي هي قبل في آخر السبتية من ورا قبل ما يخش على كوبري الليمون. في حتة هناك اسمها مزلقان زكي، حلو. الحتة دي أنا كنت هناك، دخلت منها وفضلت ماشي على السكة الحديد، اللي هم كانوا يعني المدخل جنب القطر الشمال على طول، ده كان المدخل بتاع الورش اللي هي بتاعت السبتية. نعم. فأنا خدتها من هناك والحمد لله وفقت إن أنا يعني إن الزاوية دي توضح كل اللي أنا كنت عايز أقوله، من إضراب للقطر لمساكن عشوائية لمساكن فخمة في الآخر. نعم. حلو قوي الزاوية. ايه بقى الصورة الجمالية الحلوة الفظيعة دي؟ دي كانت في مسابقة ناشونال جيوغرافيك للشباب، تمت سنة 2010. ديت عن صورة أنا خدتها المركز الأول في المناظر الطبيعية. ده كان منظر طبيعي في إحدى القرى. خدتها السيدة، هي من عادتها إن هي بتصحى الصبح بدري بتجهز حاجتها، الكلام ده كان حوالي الساعة 5:30 الصبح، مع أشعة الشمس والضباب. مش نعم. الضباب، ده فين؟ ده فين اساسا؟ ديت في المنوفية. في المنوفية. حلو قوي، حلو قوي محمد. يعني الواحد مش عارف ليه بحس ان المصور الفوتوغرافي او بالذات المصور الفوتوغرافي هو بيبقى عامل شويه زي ال 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 بيبقى جواه شويه احاسيس مختلفه شويه عن الممثل، انما هو بيبقى في عنده اشباع من جواه للموضوع اللي هو بيقدمه، وبناء عليه بتطلع في صورة. صح اللي انا بقوله ده ولا انا ده اكيد بقول كلام فارغ؟ ان المصور الصحفي هو فنان، بس هو بيسجل فنه دوت باحساسه بالكاميرا في صورة تصل للناس كلها جميعا، ان هي الصورة ديت الناس كلها تتفق او ما تتفقش، بس الصورة بتوصل لهم كلهم، ان الصورة ديت فيها احساسه وفيها كامل خبرته اللي سبقت، سواء بقى في اي مجال، سواء في مجال مناظر طبيعية زي ما الصورة اللي احنا شفناها ديت، نعم، او في مجال الرياضه، ان هو بيبين المدى نقدر نقول الاصرار والروح في الرياضه، نعم، الناس اللي هي بتكسب، او أي. في صوره خبريه ان يطلع بيها الاخبار كل، يعني الخبر كله في صوره او في صورتين، عكس لما يكون محتاج ان هو يطلع كل ده في قصه مصوره، بيحتاج ان هي وقت. نعم. عشان بيضغط كل المعاني في كادر واحد عايز يوصله للناس. بالظبط، كادر واحد تمام. او كادرين على الاقصى. استاذ محمد مصطفى حسين، نائب رئيس قسم التصوير بمؤسسه الاهرام الصحفيه، شكرا جزيلا لحضرتك شكرا فندم، جزيلا، نورتنا، ربنا يخليك. وبالتوفيق ان شاء الله من خطوه لخطوه، وانت يعني بتشتغل في مؤسسه كبيره، مؤسسه الاهرام، كل التوفيق ليك وللمؤسسه، ونتمنى نشوف جوائز تانية في التصوير ان الصحفي. شاء الله. شكرا. شكرا. شاهدين حضرتك سعيد، الفقره الجايه خاصه طبعا باحتفالات 6 اكتوبر، ومعانا مراسل. المراسل يعني ايه في الحرب؟
كان معانا تصوير فوتوغرافي ومصور صحفي، دلوقتي هيجي لنا مراسل. هل المراسل ده دوره ان هو يصور؟ هل المراسل ده دوره ان هو ينقل مثلا معلومات اثناء الحرب؟ عايزين نعرف يعني ايه مراسل في الحرب. كل الفخر وكل التقدير للقوات المسلحه اللي مشرفانا سنه 73 واللي مشرفانا 2007 وهتنقلنا لدوله مدنيه ان شاء الله كلها خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والاغنيه اللي جايه.